معايا عبر الهاتف الآن الكابتن هشام روك نجم نادي الوداد ومدرب أشرف داري السابق. يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. ألو كابتن هشام، مشرف ومنور، سعداء بيك جدا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. تحية طيبة الأخ كريم رمزي ومتتبعي القناة الأولى المصرية وكذلك للشعب المصري. أهلا بيك يا فندم. بالتأكيد سؤالي ليك يخص صفقة النادي الأهلي الجديدة أشرف داري، رأيك إيه في هذه الصفقة ورأيك إيه في هذا اللاعب الكبير؟ أول حاجة احنا فرحانين بأن أشرف داري يلتحق به من أحسن الفرق الإفريقية، لأن فريق الأهلي يعتبر من توابت ديال الكرة الإفريقية ومن أحسن الفرق على الصعيد القارة الإفريقية. أشرف داري هو لاعب مر بنادي رحال لكرة القدم اللي كان شرف عليه كمدير تقني لهذا النادي، وأشرف داري عنده خصوصية عدة، ولكن بعد نادي رحال لكرة القدم أكمل تكوين دياله بفريق الوداد البيضاوي. ايه ابرز مميزات اشرف داري يا فندم؟ ايه ابرز مميزاته الفنيه في ارض الملعب؟ من ابرز الفنيات هو الرقابه اللصيقه ديال اللاعبين او المهاجمين اللي كيكونوا متميزين عن فريق الخصم، وهذه الرقابه يعني ما يخليش فرصه للمهاجم انه يبذل مجهودات او يخدع الفريق الخصم. زائد ان عنده الضربات الراسيه في السجن في الشق الهجومي يمتاز بها، يعني هاد هما اللاعبين اللي كيحتاجوهم، ماشي المدافع هو اللاعب اللي كيدافع فقط، بل المدافع اللي كيكون الخصله فيه انه يقدر يدافع او يقدر يكون عنده حل اخر هو من الحل الهجومي، ومن الحلول ديالو هو الضربات الراسيه القويه واللي كيكون في التمركز في الداخل المستطيل ديال فريق الخصم، هذا من المميزات ديالو. زائد السخاء ديالو في المجهودات داخل الملعب، يعني لاعب بيتحرك طيله المباراه. كنتمنى ان هذا العطاء ديالو ويكون ان شاء الله في احسن حله مع الفريق الكبير فريق الاهلي المصري. صحيح. كابتن هشام روك نجم الوداد ومدرب اشرف داري السابق، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.